منطقة الجوف لنتعرف على بعض عادات وتقاليد أهالي المنطقة خلال شهر رمضان المبارك. يا هلا ومرحبا، الله يحييكم. من أول سفرة الجوف طبعا ما في إلا التمر الحلوة، حلوة الجوف وزبدة الغنم واللبن والشربة، وإذا في شيء بعد صلاة المغرب طبعا لما يكون في رز. العادات عندنا هنا بالجوف الرز، طبعا ما فيه، ما يعرفون من أول السمبوسة ولا الحاجات هذه، الفطاير وهالشغلات اللي طلعت جديدة، مثل ما قلنا اللي هو التمر واللبن والزبد والشربة والبتسيل وهالشغلات هذه. اي نعم، توها طلعت عد علينا، والجمعات يعني عندنا بالحارة يعني يوميا عند العمام يستلمون عمامنا وجيراننا وعيال خوالنا وكذا. اي نعم، مثل ما انتم شايفين جمعتنا وعلى بساطة والحمد لله والشكر. هذه الان سفرتنا المعتاده، يعني اللي يعني على قولتهم توها احنا يا الجيل الجديد، هذه سفرتنا. لكن من اول مثل ما تعرفون ما في عاد اهل انعام، يلا لك الحمد، وتعدد الاصناف. الان مثل ما تعرفون الوقت بين المغرب والعشاء ساعتين، نجي على هالسفره احنا والجيران والعمام ونضرب من هالانعام، يلا لك الحمد. من اول وعيت عليهم يوم كان ساعه بين المغرب والعشاء، كانوا يفطرون على ماء ولبن وتمر ويصلون، وبعد التراويح يكون العشاء. ونفس الشيء وقت العيد يجي مرسول من الأمارة بنفس الطريقة، يشعر أنه فيه عيد بكرة مثلا. من منطلق قول النبي صلى الله عليه وسلم، في كل كبد رطبة أجر، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عليه، من فطر صائما فله مثل أجره. يحث الناس في شهر رمضان المبارك على جمع الأهل، جمع الأصحاب، جمع الجيران، التبادل في مواد الإفطار، الجار يعطي جاره، الأخ يعطي صديق، فتدور مادة الإفطار على هالمحور العظيم اللي الناس تتسابق عليه في التقارب ونبذ التباعد ونبذ الفرقة ونبذ الخلاف في هذا الموسم العظيم. لبرنامج سوالف رمضان، أحمد العنزي، الجوف.